أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بل أيها الأبناء والبنات أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. في الحقيقة الإخوة خلال المحاضرات السابقة كانوا يطالبونني كثيرا بأن يكون هناك وقت طويل للأسئلة، وكنت أحيانا أنسى نفسي وأتكلم، فإذا لم يبقى إلا 5 دقائق تذكرت أن عندهم أسئلة ثم لا يبقى وقت لها. لذلك اليوم نحن لن نطيل عليكم، يعني يؤذن العشاء تقريبا 48 دقيقة، والآن الساعة 8:50. أنا سأتكلم بكلمة قصيرة لن تتجاوز إن شاء الله 1:30، ثم أستمع إلى أسئلتكم في 5 دقائق. مناسب القسمة هذه. طيب نقسمها يعني نقلب السحر على الساحر ونخليها 5 دقائق أو 10 دقائق للكلمة، ثم البقية لأسئلتكم. وأسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أنبياء الله تعالى اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم لهداية البشر، ولا يملك الإنسان أن يتحول إلى نبي أو أن يجتهد اجتهادا معينا فيتحول إلى نبي، فالنبوة لا تنال بكثرة القراءة، ولا ينالها الإنسان بكثرة العلم، ولا ينالها الإنسان بكثرة الصلاة والصوم، إنما هي اصطفاء واختيار من رب العالمين، كما قال الله جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فجبريل عليه السلام اصطفاه الله تعالى ليكون رسولا بينه وبين رسله، بينه وبين أنبيائه، واصطفى الله تعالى محمدا واصطفى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليكونوا رسلا ما بين الله تعالى وبين البشر. ولا يمكن للإنسان أن يعرف عبادة من العبادات أو أن يوفق إلى طاعة من الطاعات إلا عن طريق هؤلاء الأنبياء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله، لما ذكر نوحا وشعيبا ولوطا وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم من الأنبياء، قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله، ثم قال الله: واقتدي بشعيب واقتدي بلوط واقتدي بغيرهم من الأنبياء في صبرهم وفي اجتهادهم في دعوة قومهم. وقال الله جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فبين الله تعالى أنه قص على نبينا عليه الصلاة والسلام قصة نبي الله تعالى إبراهيم ليثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة وإن طال وقتها وبعد عهدها، ويقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص غيره من الأنبياء لأجل أن يقتدي بهم. فكأن الله تعالى يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: إن يكن قومك طال عهدك وأنت تدعوهم ولم يستجيبوا لك، فإننا قد قصصنا عليك في القرآن قصة نوح وكيف تعب في هداية قومه ولم يتقبلوا منه، ونقص عليك في القرآن قصة لوط لأجل إذا رأيت من قومك من هم متعلقون بالشهوات أن تعلم أن من قبلك من الأنبياء قاسوا ذلك من أقوامهم وصبروا على ذلك. ونقص عليك في القرآن قصة شعيب لأجل أن إذا رأيت من قومك من يتلاعبون بالأموال والمكيال والميزان تعلم أن قبلك من الأنبياء من قاس مع قومه من ذلك. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله جل وعلا بعدما ذكر قصة نبي الله تعالى يوسف عليه السلام، قال ربنا جل في علاه: لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف وقصة يعقوب وقصة إسحاق وقصة إبراهيم وقصص غيره من الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة
لأولي الألباب. ثم قال الله: ما كان حديثي يفترى، يعني لم يكن حديثا وقصصا افتراها ربنا جل وعلا وهي لم تحدث، كلا، بل ربنا سبحانه وتعالى أصدق قيل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله خبرا وحديثا. لذلك الأنبياء لما نقرأ عنهم ينبغي أن نقتدي بهم. فلما نقرأ مثلا قصة يوسف عليه السلام وكيف تعرضت له امرأة العزيز، يوسف عليه السلام عمره طويل، وقد كان الأنبياء من قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعيشون أعمارا طويلة. نوح عليه السلام فترة الدعوة فقط في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فقط فترة الدعوة، فما بالك بغيرها، كم لبث قبلها وكم عاش بعدها. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها الصغير فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم قال لها: لماذا تبكين؟ قالت: أبكي لأن ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. فقال لها: كم عمره لما مات؟ ولدك هذا كم عمره لما مات؟ قالت: عمره 500 سنة. صغير يا 500 سنة، صغير، هي بالقياس إلى الأمم الأخرى يعتبر صغيرا، أليس كذلك؟ يعني الأمم التي في عهد ذلك الصبي أعمارهم 3000 سنة 4000 سنة، فهذا يعتبر عاش عشر عمرهم أو خمس عمرهم. قالت: قد عاش ولدي مات صغيرا. قال: كم عمره لما مات؟ قالت: عمره 500 سنة بس. فقال لها: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: أعمارهم بين 60 و70، يعني أمتنا. قالت، قال لها: نعم. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. تقول: إيش يعني 60 سنة و70 سنة؟ هذا رقم لا يكاد أن يذكر. لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. وذكر أن قوم موسى عليه السلام طلبوا منه أن يسأل الله تعالى أن يرفع عنهم الموت. قالوا: يا موسى، نحن كلما أردنا أن نستمتع بحياتنا خفنا أن يفجأنا الموت وأن يهجم علينا، فنريدك يا موسى أن تطلب من رب العالمين أن يرفع عنا الموت. فدعا موسى ربه عز وجل. وهذه من أخبار الإسرائيليات التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهي تذكر لا تصدق ولا تكذب. وقد كان من الصحابة من هو مشهور بحكاية أخبار بني إسرائيل، فرفع الله عنهم الموت، فصار الرجل يصل عمره إلى 500 سنة 600 سنة، وابنه عمره 400 سنة، وولده حفيده عمره 300 سنة، وحفيد الحفيد عمره 350، وصار الواحد ساكن في البيت وعنده أبوه عمره 100، وجده عمره 150، وجد جده عمره 200، وجد جد جده عمره 300، وجد جد 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 جده عمره 500، وجدهم العاشر عمره 1000، وصار البيت كله شيبان. يعني يدخل أبو 100 سنة للبيت ويجد هذا شايب عمره 150، وهذا عمره 200، وهذا عمره 400، وهذا عمره 1500، وهذا، حتى مل بعضهم من بعض، وصار الواحد طفش من حياته، إلى متى أعيش؟ فسألوا ربنا أن يعيد الموت بينهم. قال: يا ربي أمتنا، يعني لا تستقيم الحياة إلا بوجود حياة، لا تستقيم الدنيا إلا بوجود حياة وموت، ولله جل وعلا الحكمة البالغة في ذلك. فلما يقرأ الإنسان أخبار الأنبياء ينبغي أن يتخذ منها العبرة والعظة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعداد الأنبياء كبيرة، فإن في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم 120,000، 120,000 نبي. وأحيانا قد يبعث الله تعالى في وقت واحد
نبيين أو ثلاثة إلى مكان واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها إيش المرسلون. قرية جاءها مرسلون، قال الله: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فأحيانا قد يبعث الله تعالى إلى القرية الواحدة عددا من الرسل، ليس واحدا ولا اثنين بل ثلاثة أو أربعة أو ما شاء الله تعالى. ولذلك الرسل كثير، وهؤلاء الرسل الذين بهذا العدد 120,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط. طيب والباقي؟ الباقي ما ذكرهم الله تعالى في القرآن. وهؤلاء أيضا 25 نبيا بعضهم ذكر الله تعالى اسمه فقط ولم يذكر لنا قصته. فمثلا في القرآن نقرأ اسم مثلا إدريس، ما نعرف قصة إدريس. نقرأ اسم ذي الكفل، ما نعرف من هو ذي الكفل. إلياسين، نبي اسمه إلياسين، ما نعرف إيش قصة إلياسين، ما نعرف عليه الصلاة والسلام، لكن نعرف اسمه. يوشع، لم يذكر في القرآن قصة يوشع، وإن كان ذكر شيء منها في قصة موسى مع الخضر، لكن في القرآن بعض الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم. ففصل ربنا جل وعلا قصة نبي الله تعالى إبراهيم في آيات كثيرة، فصل قصة يوسف في سورة كاملة، فصل قصة شعيب في عدد من السور، فصل قصة لوط في عدد من السور، فصل قصة عيسى، قصة موسى. موسى عليه السلام ذكر في القرآن أكثر من 183 مرة. موسى عيسى عليه السلام ذكر أكثر من 16 مرة، حتى إن أحد الإخوة تناقش يوما مع رجل نصراني، فقال هذا النصراني للأخ المسلم، قال له: أنتم لا تحبون نبي الله عيسى؟ فقال له المسلم: لو لم نكن نحبه لما ذكر في القرآن 16 مرة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر كم مرة في القرآن باسمه؟ فقط 4 مرات، فقط 4 مرات ذكر، وعيسى عليه السلام ذكر أكثر من 16 مرة. فالله تعالى يذكر قصص الأنبياء في كتابه لأجل أن نتعظ وأن نعتبر بهم، كما بين الله تعالى ذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكذلك بقية الأنبياء لما تتكلم عن العفة والابتعاد عن الحرام والابتعاد عن الزنا، لا بد أن تستشهد بقصة من الأنبياء؟ بقصة يوسف عليه السلام. لماذا ذكرها الله تعالى في القرآن بهذا التفصيل؟ ربنا جل وعلا قادر سبحانه وتعالى على أن يسوق قصة يوسف كلها في سطر واحد، بل فيما هو أقل من ذلك جل وعلا. لكن لماذا ربنا يصور لك قصة يوسف تصويرا كأنك تراه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. طيب ما هو معروف، امرأة تراود شابا عن نفسه أكيد أنها ستقول هيت لك، يعني أقبل إلي أو تهيأت لك. لكن مع ذلك رب العالمين يوضح القصة بالتفصيل حتى تكون أكثر تأثيرا. وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. ثم قال الله: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. تفصيل، يعني كان يمكن أن يقول ربنا جل وعلا وأراد أن يخرج فمزقت قميصه، لا، لكن استبق الباب كأنهما يتسابقان إلى الباب، كل هو يريد أن يفتح الباب وهي تريد أن تزيد الباب إغلاقا، فهما يتسابقان من الذي يسبق إلى الباب. ليش هالتفصيل يا أخي؟ لأجل أن إذا الشاب حصل له مثل هذا الموقف وعرضت له فتنة واستطاع أن يقع في الفاحشة
يتذكر مباشرة قصة نبي الله يوسف عليه السلام، فيقول كما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ويهرب من المكان الذي يدعى فيه إلى الفاحشة. وإلا ليش ربنا عز وجل يذكر لنا قصة يوسف؟ إلا لأجل أن نتعظ بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه. إيش معنى قرآنا فرقناه؟ القرآن نزل من اللوم من عند ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة، في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: إن أنزلناه في ليلة مباركة. فنزل كل القرآن دفعة واحدة، ثم نزل مفرقا حسب الحوادث. وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فبين الله تعالى أن القرآن عبرة وعظة فعلا. لما إنسان فرضا يعرض له مال حرام ويريد أن يعمل بمال حرام، واحد يريد يشتغل بتجارة مثلا مخدرات، ولا جاء واحد وعرض عليه أن يبيع مثلا شيء من الحبوب المخدرة أو الكبتاج الحشيش ولا نحوه، ثم قرأ في القرآن قصة شعيب عليه السلام وكيف كان يحذر قومه ويقول: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، ويحذرهم ويخوفهم من أكل المال الحرام. فإذا قرأها الإنسان المسلم علم بأن الله تعالى يخوفه ويحذره من أن يقع فيما وقع فيه قوم شعيب الذين أكلوا المال الحرام، فيمتنع المسلم عن الحرام. يقرأ الإنسان في القرآن قصة إبراهيم عليه السلام وكيف كان جريئا في الدعوة، لما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم لما جاء إلى أبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ دائما الإنسان لا يقدم شيئا لآخر إلا إذا كان فيه إما منفعة أو دفع مضرة، صح؟ أنت الآن لو تأتي وتقف مثلا في الشارع ثم ترى إنسانا فقيرا فتخرج مثلا شيئا من المال وتتصدق به عليه، لو قال لك الذي بجانبك: أنت مجنون توزع فلوسك؟ فتقول: لا، أنا أرجو نفعا من هذا الشيء. ما هو النفع؟ النفع أن الله يأجرني ويبارك لي في مالي. أو تدفع ضرا، جاءك إنسان فرضا ومعه مسدس وقال: أعطني 100 ولا 200 ولا قتلتك. أخرجت 100 ولا 200 وأعطيته إياه، فقال لك الذي بجانبك: أنت مجنون توزع فلوسك؟ فتقول: لا، لأدفع الضرر عن نفسي، لو ما أعطيتك قتلني، هذا إنسان متعاطي مخدرات، فأنا أدفع الضرر عن نفسي. دائما الإنسان لا يفعل الشيء إلا لجنب منفعة أو دفع مضرة. إنسان أراد أن ينام فجاء وأغلق النوافذ الظهر، أغلق النوافذ وطفى النور وشغل المكيف على البارد، وثم قلنا له: ليش تتعب نفسك؟ قال: حتى أنتفع، أستمتع بالنوم يا أخي. إذن هو فعل شيئا لينام ليستمتع. إبراهيم عليه السلام يسأل قومه يقول: أنتم تعبدون حجارة، ما هذه الأصل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وفي آية أخرى: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ثم بدأ يحاورهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أنت مريض، لما تقول: يا صنم اشفني، يسمعك؟ هذا أنا ركبت اليوم مع سائق سيارة أجرة اليوم، فقلت له: ما اسمك؟ فقال: اسمي هاني. هاني، قلت: والله زين، هذا مسلم هاني. فقلت: طيب يا هاني لا تسرع، كنت جاي من مشوار بعيد ومطر، قلت: لا تسرع يا هاني، يصيبنا حادث. فقال: لا، ما يصير لك حادث، أنا خبرتي في السواقة 15 سنة. قلت له: أنا خبرتي 30 سنة في السواقة، يا شلني فرحان بال15 سنة اللي عندك، لا تسرع. قال: لا لا، أضمن أضمن، ما في حادث، ما نو أكسيدنت. قلت له: قل إن شاء الله، سي إن شاء الله، وما يتكلم عربي، سي إن شاء الله. قال: وات؟ قلت: سي إن شاء الله. قال: إن شاء الله. قلت: سي توكلنا على الله. قال: أنا لست مسلم، أنا أيام نت مسلم.
قلت إذا من تعبد؟ فإذا هم علق صورة ولد جميل الصورة حسن المنظر، ظننته بنت، وإذا هو ولد قال هذا ربي، وأشار إلى استيكر في السيارة. قلت له This is your God، الولد الحلو الصغير هذا your God؟ قال نعم. ما أدري هذه أي ديانة، هذه أي ديانة جد؟ صدقته هندي فعلا، وصوله هندية. قلت له This is your God؟ قال نعم. قلت والله يا أخي very beautiful your God. قال لي yes. قلت له طيب أنت لما تمرض تدعوه ليشفيك؟ قال يس، وهو غير مقتنع باليس هذه. شوف في فرق لما إنسان يقول لك يس وهو مقتنع، ولما يقولها مترددا. قال يس. قل طيب لما تفتقر if you need money تدعوه he's wealthy هو ثري يعطيك مال؟ قال والله sometime أحيانا. قلت والله الإله اللي ما يدري عني مرضت ولا شفيت ولا جعت ولا شبعت ولا مرضت ولا احتجت ولا ظلمت، هل يسمعك إذ تدعوه أو ينفعك أو يضرك أو؟ فقال وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هو رأى أباه وجده يسجدون لهذه الصورة فسجد لها. إبراهيم عليه السلام شوف الأسلوب في محاورة قومه، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إيش الحجة اللي عند قومه؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. شف ليش نعبد ربنا نحن؟ لأن ننتفع منه جل وعلا، وهو الذي خلقنا وهو المستحق للعبادة. إبراهيم عليه السلام يقول لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم توجه إلى الله، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف تعاون إبراهيم مع قومه ثم لجوء إبراهيم إلى الله عز وجل في الدعاء واستعانته بالله، وكأنه يقول يا ربي أنا مهما أوتيت من الحجة والقوة والعلم إلا أني لا أستغني عنك طرفة عيني يا رب العالمين. المسلم يا جماعة والمسلمة لما يقرأ هذه القصة عن إبراهيم ينبغي أن تعمل في قلبك عملها، أن يصبح الأخ ولا الأخت لما يقرأ قصة إبراهيم عليه السلام وهو يحاور قومه ويتعلق بالله ويقول أنا أصلا ليش أعبد ربي؟ ليش أعبدك يا الله؟ لأنك قوي ولأنك عظيم، لأنك تستحق العبادة. أما أن أعبد حجرا أو صنما أو آتي إلى قبر أتمسح به أو أسجد له أو أتقرب إليه لا ينفعني ولا يضرني. يا إخوتي وأخواتي، نحن لما نقرأ سير الأنبياء في القرآن ينبغي أن نستخرج منها هذه العبرة والعظة. لا تكون المسألة فقط أن نقرأ قصة سليمان عليه السلام فلا يثبت في أذهاننا إلا معلومة واحدة أن سليمان يفهم لغة الطير والحيوانات وبس، لا، ينبغي أن تعرف ما هو وراء ذلك. شوف سليمان عليه السلام من أبرز ما ذكره الله تعالى في أول سورة النمل لما ذكر قصة نبي الله تعالى سليمان عليه السلام، قال الله جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب هذا الموقف الأول، سأذكر لكم أربعة مواقف
ثم اذكروا لي ايش الرابط بينها. هذا الاول. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم قال الله لما مر سليمان بوادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني يعني وفقني وساعدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. طيب الثالث لما أرسل سليمان إلى بلقيس يدعوها للإسلام فهي قالت أعطوه كم صندوق ذهب ويتركنا، فأرسلت إليه الذهب فقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الموقف الرابع لما أراد سليمان من أحد جنوده أن يأتي بعرش بلقيس عنده، ثم جاء أحد الجنود بالعرش وضعه بين يديه. قال الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إيش الرابط بين هالمواقف الأربعة؟ الشكر والاعتراف بالنعمة لله. بس يا ربي إذا أنا ذكي ترى ما جبت هالذكاء بقوتي وجبروتي، أنت يا ربي اللي أعطيتني نسبة ذكاء عالية فلك الحمد. يا ربي إذا أنا عندي أسلوب لطيف والناس يحبوني، يا ربي هذا ما جئت به أنا من تلقاء نفسي، أنت الذي وفقتني إليه. يا ربي إذا أنا عندي مال أنت قادر يا رب العالمين أن تبتليني بمرض يأخذ مالي كله فلك الحمد يا رب العالمين. لذلك سليمان عليه السلام لما رأى نملة خايفة منه، رأى النملة تخاف منه، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أي نعمة؟ نعمة أني بشر وهي نملة، نعمة أني أنا القوي وهي الضعيفة، نعمة أنني أنا الآمن وهي الخائفة. يا ربي أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه. أنا عندي فلوس، أن أعمل صالحا ترضاه بالفلوس. أنا عندي قوة في جسدي، أن أعمل صالحا ترضاه بقوة جسدي. أنا عندي ذكاء، أن أعمل صالحا ترضاه بهذا الذكاء. أنا عندي كمبيوتر، أن أعمل صالحا ترضاه بهالكمبيوتر. أن أعمل صالحا ترضاه يا ربي ألا أستعمل نعمة أنعمتها علي إلا في عبادتك وشكرك والتقرب إليك. هؤلاء هم الأنبياء يا جماعة. ولا ليش رب العالمين، لماذا رب العالمين يصطفي سليمان على الناس؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فإذا اصطفى الله تعالى نبيا اعلم بأن هذا الاصطفاء له ما بعده، أن هذا النبي فعلا فيه من الصفات ما يستحق بها أن يصطفيه رب العالمين على الناس أجمعين. نقرأ في القرآن قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ولدته أمه وكان فرعون يقتل الناس، فلما جعل يقتلهم وخافت أم موسى عليه، خافت على ولدها من أن يقتل ولدته، فجاء حراس فرعون فلما جاءوا وضعته في صندوق وألقته في نهر النيل ومضى به النيل. فلما مضى به النيل وانقطع الحبل ومضى موسى، بعد ذلك رباه فرعون وكبر موسى. قال الله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وهو شاب، كما قال الله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل المدينة وكان الوقت قبل الظهر، المدينة ما فيها أحد كثير، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. الأول من شيعته يعني من بني إسرائيل، لأن موسى عليه السلام اسمه موسى ابن عمران ابن حتى يصل إلى يعقوب. يعقوب هو
إسرائيل اسمه. بالمناسبة إيل معناها الله، لذلك جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، يعني عبد الله، محب الله، خادم الله، عابد الله ونحو ذلك. فإيل معناها الله. فيعقوب جاء أصلا كان في فلسطين وانتقل إلى مصر لما يوسف صار عزيزا في مصر، تعرفون القصة ما يحتاج نعيدها يعني. فاستقر يعقوب مع أبنائه، ويعقوب أصلا جاء بذرية كثير، عنده أولاد كثير جاء بهم، وجعل أولاده يتناسلون حتى صاروا قبيلة كبيرة في مصر. فدخل موسى فإذا في واحد من بني إسرائيل وفي واحد من المصريين الأصليين في البلد متسلط عليه، يقول له تعال عندي جدار تبنيه، تعال. يقول يا أخي ما أبغى أبني جدارك، أنا سأذهب إلى أولادي، ويضربه غصب. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ذاك الرجل الذي من شيعة موسى الإسرائيلي الضعيف، قال يا موسى ساعدني. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وجاء موسى يريد أنه يفك الخصومة هذه المشكلة. المصري شايف نفسه لأنه من قوم فرعون، فجاء يبغى يضارب، فوكزه موسى، وكزه موسى، ضربه في أسفل صدره. تعرف العظام هنا تكون متصلة ثم تتفرق تحت، صح؟ أظن كلكم زيي كذا عظام، يصير في عظم وبعدين يفترق هنا. أنت زينا؟ فالمنطقة هذه التي في أسفل العظام لما يضرب الإنسان فيها إيش يحصل له؟ ينكتم النفس، صح؟ حسب قوة الضربة. موسى عليه السلام رجل جلد وقوي، وجاء وعطى الرجل ضربة، الرجل وطاح على الأرض ومات. حرك الرجال، حرك يمين يسار، يا ابن الناس أنت مت يعني، يحرك يحرك مات. شوف كيف تعامل موسى عليه السلام مع الموقف. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، هذا وسوسة إبليس لي. لأن موسى لم يكن نبيا في هذه اللحظة، بعدين صار نبي لما أوحي إليه، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، بعدين صار نبي. الآن ليس نبيا لكن يعرف الحلال والحرام لأنه من ذرية أنبياء. لكن موسى أول ما رأى نفسه قد وقع في خطأ تاب، ضرب الرجل طاح وقع، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هذه صفات للشيطان، عدو لك لا يمكن يكون صديق، ومضل يعني في ناس أعداء لكن ما يحبك ولا يعني يحب ذكرك ويفرح بمشاكلك، لكنه ليس مضلا لك، ما يأتي يقول لك مثلا خذ مخدرات، خذ مسكرات، خذ، لا، غير مضل. في ناس أعداء ما يحبونك لكن غير مضلين لك، صح ولا لا؟ الشيطان إنه عدو مضل وإيش؟ مبين، واضح أنه عدو، ومع ذلك يطيعونه الناس. أول ما وقع في الخطأ اعترف أني أخطأت، إنه عدو مضل مبين، قال ربي اغفر لي، يا ربي سامحني على خطائي. وهذا من أعظم صفات الأنبياء، أن الواحد منهم يقع في الخطأ مباشرة يدري أنه أخطأ، ومباشرة يسارع إلى التوبة مهما كانت المعصية كبيرة. هذه جريمة قتل، فلم يقل موسى في نفسه أنا أستغفر أو لا أستغفر، هذه معصية كبيرة، كيف الله يغفر لي؟ لا، لن يغفر الله لي، سأستمر في القتل. لا لا، مهما كانت معصيتك كبيرة فإن مغفرة الله تعالى أكبر. يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. موسى عليه السلام يا شباب ويا أخوات يعلم أنه يتعامل مع رب كريم رحيم غفور جليل عظيم، يعلم المدخل الذي يدخل منه إلى رحمة الله، الاستغفار وعدم الكبر، الاستغفار وعدم الكبر أهم شيء. الواحد إذا وقع في معصية لا يتكبر ويقول في نفسه غيري يفعل أعظم مني، أو يقول في نفسه الله لن يغفر لي، أنا زنيت كذا مرة، أنا شربت الخمر كذا مرة، أنا وقعت في فاحشة كذا مرة، لن يغفر الله لي. انتبه، لا تسد عن نفسك باب رحمة الله تعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليش؟ إنه هو الغفور الرحيم. ما هو جل وعلا سمى نفسه غفورا رحيما. فهنا موسى عليه السلام يعلم أنا أتعامل مع من؟ ما أتعامل مع فرعون الظالم ولا فلان العدو، أنا أتعامل مع رب رحيم غفور جليل كريم محسن. إذن أنا أول ما أخطئ أرجع وأقول يا ربي أنا آسف، يا ربي سامحني، يا ربي اعفو عني، يا ربي اغفر لي، يا ربي أنا أخطأت، يا ربي تجاوز عني. وكلما كان العبد أكثر انكسارا وعبودية لله صارت رحمة الله تعالى إليه أقرب وأسرع. لذلك موسى عليه السلام رأى الرجل ميتا مباشرة قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب اغفر لي فغفر له. ليش غفرت له يا ربي؟ ما هو ليس نبيا إلى الآن، ليش غفرت له؟ لأنه استغفر ورجع وتاب وانطرح بين يدي الله وذل بين يديه فغفر له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي يقول ما من عبد يذنب ذنبا، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. لأن العبد يا جماعة اللي إذا أخطأ مباشرة رجع واعتذر وطلب من الله تعالى السماح والتجاوز والمغفرة هذا حري أن يغفر الله تعالى له. موسى عليه السلام يعترف اعترافا تاما يا ربي سامحني أنا غلطان، أنا غلطان يا ربي سامحني، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم إيش قال موسى؟ لم يقل ما دام ربي غفر لي إذن بكرة ممكن أقتل واحد ثاني، لا، شوف كيف الله تعالى يصف الحال، قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا ربي أنت أنعمت علي بقوة في جسدي، لن أكون مساعدا ظهيرا يعني مساعدا للمجرمين لأصحاب الفساد. يا ربي أنت أعطيتني مال لن أكون مساعدا بهذا المال على الفساد. يا ربي أنت أعطيتني مثلا نعمة من النعم، واحد عنده كمبيوتر، لن أكون مساعدا بهذا الكمبيوتر لأهل الفساد. أعرف أن فلان بيأخذه ينظر به إلى أشياء حرام أقول ما أعطيك كمبيوتري، ما أعطيك الجوال، لن أكون ظهيرا للمجرمين ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الإنسان يا أبنائي وبناتي لما يقف معلم مع الأنبياء هذه الوقفات ويعلم أنهم قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى فعلا واصطفاهم لأجل أن نقتدي بهم اقتداء تاما، تجد أنه كما قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يرزقنا وإياكم الخير من كل مكان يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا،
اللهم لا تجعل من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا، اللهم عنا على برهم وعلى الإحسان إليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع علينا رزقنا، اللهم وسع علينا رزقنا، اللهم وادم علينا صحتنا وعافيتنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا حقيقة أشكر الإخوة في الجامعة الإسلامية العالمية جزاهم الله خير على هذا التجهيز الرائع، وأشكركم أيضا جزاكم الله خير على حضوركم. واليوم أيضا لم أفي بالوعد، ما بقي إلا 7 دقائق على الأذان، فأنا نسيت نفسي وأنا أتكلم. وأيضا ما شاء الله أيضا أحيانا الجمهور إنصاتهم الجيد يغري بالمزيد، أحيانا الجمهور المستمع استماعا جيدا يجعل المتحدث ينسى نفسه أحيانا، لكن لو كان الجمهور غير مستمع استماعا جيدا تجد أنه يمل ويعني وينقطع. فالله يجزيكم خير وينفع بكم يا رب العالمين. طيب أنا ودي أستمع إلى أسئلتكم، وش رأيك أقرأها أنا أسرع شوي حتى بس أقول. تقول هي طالبة في الجامعة الماليزية، سألتها طالبة عن حكم قراءة سورة ياسين كل ليلة خميس، هل هذا وارد؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث صحيح في قراءة سورة ياسين، لا اقرأوها على موتاكم ولا تقرأ كل جمعة ولا كل خميس، لم يرد ولا حديث صحيح في سورة ياسين. ورد في سورة البقرة أحاديث، ورد في سورة قل يا أيها الكافرون، قل الله أحد، الفلق، الناس، ورد في سورة الأنعام، ورد في آية الكرسي، لكن لم يرد في سورة ياسين شيء. يقول بعضها أسئلة متشابهة يعني. أبشر 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 زين. هذا أخ يقول يا شيخ بعض الشباب يتكلم مع النساء ويقول إنه لن يقع في الفتنة لأنه يتكلم فقط عن الدراسة، فما نصيحتك لهم؟ طبعا يا جماعة استمتاع الرجل بالمرأة أو استمتاع المرأة بالرجل يكون على أنواع، منها الاستمتاع بالسواليف والكلام، التلذذ بالكلام بينهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناه الكلام. فلما يبدأ يتكلم مع الفتاة ويتلطف معها ويضحك وما فهمت وشرحي لي مرة ثانية ولا وش رايك لو سوينا كذا وأعيدي كذا وصلحي كذا، بعدين يقول والله أنا بس مواضيع الدراسة، إيش مواضيع الدراسة ما بقلت. فأنا أقصد بهذا يعني أن الإنسان يتكلم بقدر الحاجة، يتكلم بقدر الحاجة. يوسف موسى عليه السلام لما رأى المرأتين عند البئر قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما جاء وقال لهم ها شوفوني رعيت سقيت الغنم أنا قوي، شوف أنا وش رايكم اليوم خلصتم بكرين، لا لا لا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير. فالواحد يا عيالي يبتعد عن مثل هذه الشبهات، ابتعد عن هذه الشبهات ولا تلتفت إليها واحذر منها. والمرأة تتكلم معها بقدر الحاجة عند الحاجة إلى ذلك. وأيضا المفروض يكون إذا كان فيه ورش عمل ولا ورشب أو غيره من الأشياء في القاعة أن يكون البنات لوحدهم والأولاد لوحدهم، لا يعني يكون فيه اختلاط في مثل هذا. يقول إنها طالبة في درجة الماجستير. تقول يا شيخ إنها يعني تقول بعض الناس يعيش ظروفا صعبة في أثناء دراسته، وتقول حدثنا عن الصبر وغيره. يا جماعة ترى يعني من الطبيعي أن الإنسان يمر به في حياته أحوال متعددة، مثل ما قال 8 تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وهم وغم ثم سقم وعافية. من حفظها؟ أعيدها مرة ثانية، واللي بيحفظها بعطي قلمي. ترى ما هو بتقليد زي ما يبيعون عندكم، لا هذا شغل نظيف يعني.
ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن، واجتماع وفرقة، وهم وغم، ثم سقم وعافية. ثمانية قسم بالله، اللي حفظها، اللي ما حفظها بندفع 20 رنجت ترى، لا جد، حتى ما يضيع وقتنا يقول حفظت بعدين يقول نسيت. من حفظها وياخذ القلم. ها يا ابني قوم قوم يا زول، لا الزول اللي وراك. ها لقيف سبحان الله. تعال تعال. الله يا أحسن زول في العالم. أنت حافظها من قبل؟ حافظها من قبل؟ حافظها من قبل ولا اليوم؟ يلا نمشيها لك. إذا خلصنا رجع القلم. والله لأن حافظها من قبل، لعب علي. اسم الشاء علينا. يلا والله إنك بس عاد راحت علينا. طيب، يقول البعض: يا شيخ يشعر أن العبادة قراءة قرآن وتهجد. نريدك أن تنبه على أن العبادة لا تأخذ وقتا كثيرا. أنا أكمل السؤال اللي قبل قليل عن الصبر. من الطبيعي يا جماعة أن الإنسان في حال كونه طالبا أو حتى بعد ما يتخرج أو كذا أن يمر بأوقات فيها نوع من الأزمة عليه، طبيعي جدا، وأنه يوم يستدين، يوم يسلف، يوم يتسلف، يوم إلى آخره. هذا أمر طبيعي، ولا تحزن لذلك، فإن الإنسان تمر به أمثال هذه الحالات. ثم بعد ذلك يعني يعطيه الله تعالى من رزقه الواسع، وكل من ترى من الناس من التجار الكبار أو من غيرهم تجد أنه في خلال حياته مر به شيء من ذلك. تعرفون عندنا واحد في السعودية صاحب مصرف الراجحي اسمه سليمان الراجحي، ما أدري تعرفون، لا عندكم من مصرف الراجحي، رجل من أثرياء العالم، ليس أثرياء العرب، أثرياء العالم، ورجل ما شاء الله، رجل نحسبه صالح، يعني يبني مساجد ويكفل إلى آخره. يقول وهو يتحدث عن بداياته، يقول: كنت أجمع بقايا الحطب من البيوت، يعني ناس يأتون يشعلون الحطب يطبخون الغداء فيبقى الرماد، يأتي يجمعه حتى يبيعه على من يستفيد منه في مثلا في أمور معينة في الخشب أو في كذا. يقول: وأطرق على الباب على البيت أقول: أعطوني الرماد اللي عندكم لأبيعه، فيقولون: ما نعطيك حتى تدخل تكنس المطبخ. فأدخل وهو شاب ويكنس المطبخ عندهم حتى يجمع الرماد على رماد على رماد ويذهب يبيعه. والآن رجل يملك يعني مليارات وعمائر ومخططات عقارات، لكن من الطبيعي يا أخي أن يكون الإنسان يعني يتعب في بداية حياته. لذلك يقولون: من لم يحترق في البداية لم يظهر له ضوء في النهاية. الآن أنت الحطب لما تشعله إذا احترق خرج له ضوء، لكن إذا ما احترق ما يخرج له ضوء. فأنت يا ابني ويا أختي اصبر، طبيعي أحد يدرس ويكدح ويتعب، طبيعي يوم ممكن تنام من غير طعام عشان توفر 2 أو 3 رنجت البكرة حق التاكسي ولا حق التوبيس، طبيعي جدا. طبيعي إنك ما عندك إلا قميص واحد أو 2 وتغسلك كذا مرة حتى أنك ما عندك فلوس تقدر توفر للشهر الجاي ولا الأجاء، هذا أمر طبيعي. لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه، ولا تنظر إلى الطلبة اللي أحسن منك معيشيا، انظر إلى منهم أدنى منك. فهمتوني يا شباب؟ أيضا الواحد مش عيب أنه يشتغل، مش عيب الواحد يشتغل، يشتري للشيء ويأتي ويبيعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 9 أعشار الرزق في التجارة،
تسعة وأعشار رزق في التجارة. أنا يا محدثكم مر بي أوقات كنت أبيع تمر أبيع تمر مثل ما يبيعه الناس، ولم أكن أخجل من ذلك. ناس يأتي يبيع كتب عند المسجد، يبيع غتر، يبيع ثيابا، ليس عيبا مثل هذا يا شباب ويا بنات. الواحد يحرص حذر عنده وقت فراغ أن يعمل شيئا من ذلك، سواء مبدع في الانترنت، مبدع في بيع، في شراء، في تدريس دروس خصوصية، في تدريس لغة عربية ويعطيك كل واحد مبلغا يسيرا. ما هو عيب أن تعرف لغة عربية جيد، قل لمجموعة من الناس اللي ما يعرفون عربي يلا أنا أدرسكم كل أحد ولا كل سبت لمدة ساعة مثلا، ويدفع لك كل واحد 5 رنجت مثلا، اطلع لك ب20-30 كل مرة، وعطني النصف لأني أنا صاحب الفكرة. فالمقصود أن الواحد يعني يعمل. يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والخير. جاء وقت الأذان نتوقف، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، جعلنا وإياكم مباركين. وما معي والله الآن، وصلى الله على نبينا محمد.